عسلامة ومرحبا بيكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. جولة جديدة وفيديو جديد، والمرة هذية اخترت لكم هوم بوكس موجود براس الخيمة. ما تنساوش اللايك وشير، مهم 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 جدا، وبالطبيعة ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. اضغطوا على الجرس هذاك، اضغطوا عليه وفعلوه باش يجيكم كل اشعار مني بقدة ربي كي تنزل حاجة جديدة. ما تنساوش كملوا فيديو للاخر. شوفوا لنا حاطين البطانيات على 29 درهم اهو، تسعة وعشرين درهم. تلقاو معناتها الوان مختلفة. شوفوا لهنا على 7 درهم، لهنا هذم شوف على 7 درهم هاكم، تلقوا اكثر من لون هاكم. شوفوا هذوما مخدات حلوين برشا، شوفوا نوريهم لكم من بعيد، شوفوهم من بعيد، شوفوهم الوانهم حلوين برشا على 49 درهم. شوفوا هاكم نظروا هنا حاطين الفوات زاد عندهم انواع واشكال. شوفوا خلونا ناخذ فكره على الاسعار. شوفوا هذيا مثلا علبة فيها 6 قطع، 6 قطع بتسعة وعشرين درهم. على 12 درهم هذوما، 39، نفس السعر لهنايا 29، هذه نفس السعر 29، فما 32، هذه الكبيرة 32، هاكا 32 الأسعار تاع الكبار هذوما. باهي هذه زاد 32، شوفوا هاو الكبر نتاعها هاكا، كبيرة السيلو. فما اللي الفوق هذوما مش واضح قديش، مش واضح 12 هاك الحبة على 12. باه شوفوا لهنايا حاطين طاولة ومعاها 6 كراسي على 999 درهم. الكرسي وحده ب 99، والطاولة على حسب ما هم حاطين على ما اعتقد يعني 405 حاجه زي كده، ولا انا مش فاهمه يمكن. باه المهم الطاوله والسته كراسي على 999. باه نشوفوا الاسعار اللي هنايا نتاع السرير. باه 5 قطع اللي قدامنا الغادي 3495، الخمس قطع اللي هو الدولاب والسرير ومعهم التسريحه ولا تسريحه وحدها والله ماني عارف حاسيلو. هنايا حاطين الستاير على 29 درهم، وتلقاو معناتها برشا الوان. شوفوا 29 درهم شوفوا اللون هذايا، شوفوا اللون هذا محلاه، وهذه قطعة واحدة ولا قطعتين، قطعة واحدة. باهي شوفوا زاد اللون هذا حلو حاسيلو، فما ألوان حلوين ومزيانين، وبالطبيعة على حسب الديكور اللي عندكم. على 29 هاكا،
ما هي اسعار الحاجات هذوما؟ شوفوا شوفوا هذايا نتاع التاي على 20 درهم، فما هذايا نتاع البسكوت والكب كيك هكا 55، فما هذايا 35، وهذايا 22 اللي تحت 12 هكا، هذا 20، 25، 25 هكا. بالنسبة لهذوما 19، هذا 15، الإبريق هذا 25، الكوباية هذه مش باينة قديش، مش باين، وهذايا على 39. السخون على 19، والصحن الصغير 15، هذايا مش باين، هذا مش باين، هذا 22، والكبير على 35. حاطين الفناجين او الكؤوس على 3 درهم، معناتها الاربعة ب 12، 3 درهم الحبة. لهنا حاطين معناتها اطقم الاكل، ثم هذايا اللي فوق غزرو على 235، هذا اللي فوق، اللي تحت هذايا 179، هذايا نفس السعر. شوفوا هذا 289، 129، شوفوا هذوما، هذوما مش باين قديش، 129 درهم سعر، وهذايا في 5 قطع، هذا 5 قطع 69 درهم، هذايا 59، واللي تحت على 89 درهم، 89، هذه على 74 هايك، فما اللي تحت على 69. شوفوا لهنايا حاطين شو هذوما، شو اسمهم، الدبابز الصغار او الدبابز نتاع اللي تحط فيهم مثلا التوابل ولا القهوه ولا، فهمتوا؟ 3 على 19 هاكم. فما الترموسات، فما الفناجين او طقم الشاي على 49، والترموس زوز على 29 مثلا، هذا يشوف هذا على 29 هاكا، والدبابز هذوما على 19، اما بلاستيك مش بلاستيك هاكا. فما في الابيض هكا، اما هذوما احلى، هذوما اللون هذايا احلى على 19. شنو الاخر؟ هذوما شوفوا محلاهم، هذوما 5 قطع على قديش قديش قديش، هذوما مش باين سعرهم قديش، هذا هما بيدهم ولا غير، هذول غير 49 نتاع هذوما، نتاع هذوما، نتاع هذوما، لكن هذوما غير، هذوما غير، مش باين سعرهم قداش، باهي لا علينا، حتى من تحت مش حاطين السعر، وهذوما شوفوا هذا على 6 درهم، هاكا 6 درهم، وكي تاخد 3 بـ6، ولا هما هكا على حسب ما حاطين، حاسين الحبة على 5. اغزروا شوفوا الكنبة هذه على 999 درهم هايك، والكرسي هذا على 475 درهم، عدا كل واحد وحده، هكذا 999، وهذايا 495.
الطاولة 919 هيك.